مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في هذا العدد الخاص لنهاية سنة 2016. سنة كاملة كانت خدمتكم قناة نوميديا تي في بمختلف البرامج ديالها والحصص ديالها، وإن استطعنا أنه نربح وفاءكم ومحبتكم ألينا. حاولنا في ظرف سنة كاملة أنه نلبيو طلباتكم بمختلف البرامج ديالنا، وفي عددنا لنهار اليوم راح نعود نولو على أهم البرامج اللي كانت قدمتها قناة نوميديا تي في. وباش نبدأ مشاهدينا نروحوا لأول قسم، هو قسم الأخبار اللي هو عنده ثقل كبير في أي قناة تلفزيونية، وأنا راح نشوفوا مع بعض اليوميات ولا طريقة عمل قسم الأخبار. نروحوا نشوفوا مع بعض هاد الصور، تابعوا معنا. السلام عليكم، معكم خالد. شنقول لكم؟ نقول لكم ان شاء الله سنه سعيده وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله هذا العام 2017 تخوينا في الخير. راكم تشوفون في نوميديا نيوز. شنقول لكم؟ نقول لكم ان شاء الله يا ربي الخير في بلادي، وان شاء الله هذا العام تخوينا في الخير والبركه ونكون غير الفرح. ابياتو السلام عليكم، كان معكم كانير جابوني، نتمنى لكم هذه المناسبة سنة سعيدة وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. لكل الجزائريين مشاهدي قناة نوميديا نيوز، ان شاء الله تكونوا بخير ان شاء الله، نتمنى لكم سنة سعيدة ان شاء الله، ان شاء الله يوفقنا وان شاء الله يكون هذا العام بخير ونجازوا بالصحة والعافية ان شاء الله. سلام. كان هذا مشاهدينا قسم الأخبار بتعداد الشباب برئاسة الإعلامي أحمد ببريق. كما شفتوا يزون لغ داتخ تخي سيريو، لكن في الصور اللي راح نشوفوها مع بعض راح نشوفوا البيتيزي تاعهم، الزلات ديالهم وبعض الأخطاء ديالهم. وانا جبوز انفيت باش نروح نشوفوا البيتيزي تاع طاقم قسم الأخبار لقناة نوميديا تي في، تبعوا معنا. مي دراما مع الاخر، لا فان تاعي كانت دراماتيك. الوغ دراماتيك سمعتيها؟ دراماتيك سمعتيها؟ نحن متضامنون متضامنون متضامنون. ابو دواولي أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، سعيد جدا اليوم باستضافة السيد جمال ولد عباس رئيس حزب استغفر الله العظيم. واش غنقول لك انا؟ حتى المركز واش واحد المدرب يزيد يدخل يدير المركز. يا ربي واش تحب نقول لك؟ محترفين لازم نديروها تاع ليستر. الى اخبار الصالون الدولي للكتاب في طبعته الواحدة والعشرون، عبر اقول الواحدة والعشرون عبر مختلف في أسمع تسجلت هذه. Le ministre de la Justice Tayyip Loh admet l'existence de la corruption dans son secteur, mais il affirme combattre ce phénomène. أكد désolé. بابا مهان عسلي براد كاسترو le plus fidèle des causes libres retour sur un parcours
secours. بهذه ال et pointe. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام النشرة وهي قراءة ثانية للعناوين. معليش نعاودوا معليش. نتمنى إن شاء الله يحل أولا الاستقرار وتواصل الأمن في بلادنا. نتمنى كل الشعب الجزائري بداية عام موفق مزيدا من النجاحات والاستقرار إن شاء الله. نتمنى العام الجديد إن شاء الله. دوكا العام اللي فات فات كنت نتمنى ان شاء الله النجاح لكل الناس وان شاء الله العام الجديد يجينا بالصحه ولهنا. الله راه فات الحمد لله شويه لي بروبليم صافون و نتمنى العام الجاي ان شاء الله خير من هذا العام. بون اني تو الموند ميور فو ان شاء الله العام الجاي ماشي كيما العام اللي فات. Beaucoup de bonheur, beaucoup de santé pour tout le monde. Asgo Samgaz. عام سعيد اختي هاجر خويا مجيد عام سعيد ان شاء الله وكل عمال قناه ميديا نيوز نتمنى لهم عام سعيد للوالده لجدي جداتي خويا يونس لكل اهل كل اهل والاقارب ان شاء الله يعطيكم الصحه عام سعيد باي باي. كما شفتوا مشاهدينا كان هذا قسم الاخبار بوجه اخر ونفضيغ لي مومون اللي كنتوما ما تشوفوهمش اللي يكونوا ديغيغ ليكرون. الان نروح نشوفوا ايضا قسم قل اهميه اللي هو القسم الرياضي اللي ينتمي لقسم الاخبار. تعداد ايضا شبابي كان يخدمكم وكان يواكب اهم التغطيات الرياضيه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي. القسم الرياضي ثاني عنده لومبيونس ديالو عنده نفضيغ الهبال ديالو دونك اون فا ديكوفريغ هاد الصور مع بعض تبعوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من حصتكم الرابطة المحترفة. عبد أو عز الدين الرحيم محلل القناة، أهلا وسهلا عز الدين. مالك نسيتني. دون أن ننسى دون أن نعرج دون أن نعرج دون أن ننسى التعريج عن المنتخب. اسم 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 مش هذا هو الفاصل. ألو معليش حنكمله ما نعاودوش ما تخافش حسن. حسين مات. الو ماشي هو اللي عاقب ماشي هو اللي قرر كاين لجنه وكاين لا لا هذاك وقبل لي دوك انا دوك ندخل انا نلونسيه ماشي هو يلونسيني. تاريخ تذكرت شيئا الحكانيات والله العجبني بزاف. عثمان عثمان قبل هذا واش كاين اللي تشوفوا الفوق من بعد تلقاه تحت واللي تلقاه تحت تلقاه الفوق بيك يزيد وبيك ما يزيدش كاين اللي يريحك وكاين اللي ما يريحكش كاين دخلوا ما يدخلوا ما تحت نورمال علاه راح عبد الله علاه راح عبد الله هذه سي البريزيدون سقسيني انا هذه باينه بلي امر اموال غاك دعاز وراك تحرك فيه معزوزيا ويبيكي فيال يعطيك صحة. عندك حاجة تحب تزيدها ولا الانتقال اللي جاك واعر من شبيبة القبائل لاتحاد العاصمة أم اتحاد العاصمة مدير الجزائر أم من مدير الجزائر لوفاق الصيف يا خلاصة في عجالة احنا الفريق يعني في عجالة يعني عم عز الدين في عجالة عز الدين كلمة خفيفة أخيرة كلمة خفيفة
سقسي محفوظ محفوظ بس شكون محفوظ هذه والله احنا رانا جماعه نيش وعدينا راح ندور منا الساحة زكي وراك مقلق الوقت خلاص كلام دائما ممتع شيق والوقت ثمين ضيق ولم يبقى من هذا الكلام إلا سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، معكم هشام عقبي، حييكم من المغرب. لاعب مولودية وجدة إن شاء الله هذا العام 2017 إن شاء الله يكون علينا بالخير إن شاء الله. قال الأمة الإسلامية الجزائرية اللي في الجزائر وفي الغربة وكل متتبع لنا قناة نوميديا تي في، نحييكم قاعدتك وإن شاء الله ربي يفتح علينا في 2017 والصعود مع نوميديا وجدة إن شاء الله. وكمي العزيزة ربي يحفظها إن شاء الله وطلب في ربكم طالع. مرحبا بكم تايمينز سات، وكما يقول لك معكم شاب توفيق، وإن شاء الله العام هذا 2017 يدخل علينا بالصحة والهنا، وإن شاء الله كما يقول لك شعب جزائري يعيش في ارتياح، وكل الناس اللي راهي محتاجة للسكن أو العامل الشبيبة وخوتنا اللي في الغربة اللي يحبوا بلادهم. الفنان يبلغ الرسالة إلا حب الجزائر وحب هذا الوطن. واليوم راك شفتوا باللي الجزائر الحمد لله فيه تغير، فيه حاجة كيما يقول لك تبدلك بعد من طرف ساكن من العامل. وشنو الشباب تاعنا هادو تانيك اللي راهم نقول لهم لم يحرقوا، نقول لهم ان شاء الله مانيش حابين تروحوا تموتوا في البحر هكذايا، وان شاء الله الدولة الجزائرية تشوف لهم حل على الأقل العامل والساكن. هذه وتحية للجزائر، ان شاء الله 2017 يخرج علينا بخير ان شاء الله. بون السلام عليكم، معكم لاعب كرة قدم حسين حروش. واش نقول لكم، نتمنى لكم ان شاء الله تكون جاست عليكم سنه مليحه، وان شاء الله يا ربي السنه اللي جايه ان شاء الله تكون عليكم بالخير والبركه ان شاء الله، وكاع الامه المسلمه والامه العربيه كاع على كل حال. ونتمنى كاع نتمنى لكم كاع الخير واطفال سوريا والناس ما ينساوش شويه المعاناه اللي يعانيوا فيها، وان شاء الله يا ربي العام الجديد يكون خير عليهم ان شاء الله، وسورتو اللاعبين اللي تعاقبوا ان شاء الله ربي يخفف عليهم ان شاء الله، ويكون العام الجديد ان شاء الله خير عليهم ان شاء الله. من الاخبار مشاهدينا نروحوا للاحوال الجويه، من اعداد وتقديم الزميله كهينا كاجيت اللي كانت ايضا هي تحرص على انه دائما تحطكم على باج مع الميتيو والاحوال الطقس في الجزائر. والان نروحوا نكتشفوا مع بعض لو بيتيزي تاع زميلتنا كهينا كاجيت في الاحوال الجويه. والمتوقع لهذه الليله اذا درجات الحراره شروق الشمس بحول الله اذا سوف يكون، اقسم بالله غير نجي نقتلك لك شاع بعد الظهيره غفي مقياس في حدود درجه واحده باسكو فطات لاكارت بالسوابق بالعاصمه في حدود 9 درجات 10 درجات على وهران ومستغان نفس المقياس باقصى الشرق بسكيك دقه خصوصا على المناطق الداخليه. يوسف نجي نقتلك دوكا عندي الحمك السلام عليكم. شكرا للفريق التقني حاضر بقناة نوميديا، شكرا لمجيد، شكرا للأخت هاجر. الوجه اللي راهو معنا في قناة نوميديا هي المناسبة اللي حبيت نتمنى الفريق نوميديا كتقنيين كإداريين كمسؤولين كموظفين كصحفيين نهاية عام سعيد 2016، والأعياد إن شاء الله تفوت علينا بخير وبسعادة، ونتمنى كذلك إن شاء الله في 2017 إن شاء الله يكون عام جديد وفيه كل خير لكل الموظفين ولقد تقدم قناة نوميديا. حبيت نرجع برك في شهر نوفمبر كانت توجت قناة نوميديا كأحسن قناة إعلامية على المستوى الوطني، وهذا بفضل الجهود المعتبرة لكل نفس الشيء لفريق التقنيين والصحفيين والإداريين، وكل عام وانتم بخير. شكرا.
بمناسبة حلول العام الجديد نتمنى لكافة الجزائريين ونوميديا نيوز عام سعيد إن شاء الله بالفرح والهنا وميور فو و بلان دو بونور بلان دو جوا يا توت ما فامي سيرتو مي دو فيس معادي عبد الجليل والسلام عليكم. طلعت علينا نورمالمون خدمنا تعبنا شقينا دي و دي با و كل خطره كيفاش من داك حاكمه من داك ماشي حاكمه وحنا نتمناو دائما تمالي يجي خير راكي فاهمه وان شاء الله يدخل علينا 2017 بصحه ولهنا وعلينا وجميع الامه المسلمه وجميع الامه العربيه وان شاء الله يدخل علينا بحاجه جديده مع خير ان شاء الله في المستوى العائلي المستوى الكوتي بروفيسيونال والجانب العاطفي وان شاء الله في اخر نقول لكم كاع بوناني عام سعيد العام الجاي هذا 2017 نقول لكم كاع عام سعيد لاشين كاع تاع نيو ميديا والدار تاني والديا ولا فامي كاع وحبابي واللي نعرفهم كاع نقول لهم صحه عيدكم وبوناني. نقعد مشاهدينا في قسم الأخبار والآن نروح لبرنامج آخر كان من إعداد الزميلة وسام اللي كانت تحرص أنها تقدم لكم أهم النصائح لتخص الصحة ديالكم. حصة صحة ماغ أيضا كنا درنا لها لبخوبخ بيتيزي تاعها لنروح نكتشفوه في هذه الصور. الساركويد أو ما يسمى لاساركويدوز مرض متعدد النظم يصيب أعضاء في جسم الإنسان. لافو تاعي مليحة. وربما تكون أيضا بسبب ملوثات تكثر في الأونة الأخيرة الإصابة بنزلات البرد والزكام وذلك لتغييرات المناخ لذا علينا في لماذا هذا الفشل الأسري الذي يرجع بسم الله الرحمن الرحيم. نأتي مشاهدينا لنهاية هذا العدد انتظرونا غدا إن شاء الله إلى اللقاء. ميرسي. السلام عليكم معكم الشاب مهدي بمناسبة حلول العام الجديد إن شاء الله 2017 تمنينا الحارة لكل الأمة الإسلامية والعربية إن شاء الله إن شاء الله يكون عام جديد مليء بالمفاجآت إن شاء الله والخير والبركة. نتمنى الخير ثاني في 2017 لإخواننا في حلب في سوريا نتمنى الخير ثاني لإخواننا العرب ككل وين نايضة الحروب إن شاء الله يكون عليهم عام خير إن شاء الله وبركة ونتمنى الخير لكل أمة المسلمة كل شعب الجزائري. تحياتنا والجديد للمنتخب الوطني سنواه في 2017 بمناسبة تصفية كأس أمم إفريقيا وتهلاو بزاف في روحكم خاوتنا. ميساج جاز نورمال كي هو كي عوام الأخرين شوية طيحات نوضات كوخطرة كيفاش و 2017 ان شاء الله يكون مليح ونتفائلوا بالخير باسكو حنا دائما نحبوا الحاجه اللي جايه تكون مليحه فوالا ان شاء الله يجي مليح. ان شاء الله يكون جاز عليكم 2016 بيان وان شاء الله 2017 يجي ما خير من 2016 وان شاء الله بلان دو فو سانتي بروسبيريتي بي بوكو دارجون بوكو سكو كل عام وانتم بخير عام سعيد لكل الشعب الجزائري وكل الامه الاسلاميه وان شاء الله يعد علينا بالصحه والهنا ان شاء الله والعقوبه العام الجاي ان شاء الله وكاع ان شاء الله العمال تاع نيو ميديا نلقاو بخير ان شاء الله وعلى خير والسلام عليكم. كان هذا مشاهدينا قسم الاخبار من التقنيين والصحفيين اللي دائما يحرصوا انهم يحطوكم مع الاكتواليتي ويجيبوا لكم اهم الاخبار بمواكبه اهم التغطيات واهم المواعيد. الان نروحوا لقسم اخر لا يقل اهميه ايضا في القناه التلفزيونيه قناه نيو ميديا تي في اللي هو قسم الانتاج لا برودكسيون. نروحوا نكتشفوا العمل ديالها اليومي في هذه الصور تابعوا معنا. We'll be right back.
عليكم، معكم منشطة حصة بيس عرب 5 حليمة شعيب. إن شاء الله هذا العام يكون في الخير وعام هنا وربح علينا وليكم مشاهدينا، وإن شاء الله نسييو دائما دائما نحسنوا من هذه الحصة ونكونوا دائما عند حسن ظنكم. بوناني ميور فو لعقوب العام الجاي إن شاء الله، كل عام يلقانا بخير وبالصحة ولهنا، نتلاقاو في الموسم الجديد ديالنا تاع حراير اللي فيه بوكو دو نوفوتي، راح تلقاو حوايج ما شفتوهمش من قبل، ناس جدد. دونك انا بدون اطاله نعاود نقول لكم بوناني ميور فو صوفيا عدون. السلام عليكم، معكم فوزي طورينو باسمي وباسم الفرقه طورينو باليرمو. نتمنى ان شاء الله المشاهدين تاع نوميديا تي في عام سعيد ان شاء الله، ان شاء الله يدوز علينا 2017 هذا ان شاء الله بالخير وبالهنا ان شاء الله، ويتسقموا الحوال ان شاء الله، ولقى الشعب الجزائري والامه المسلمه ان شاء الله، وتحيه مولدية الجزائر شامبيون ان شاء الله هذا العام. بعد ما شفنا مشاهدينا كيفيه عمل طاقم قسم الانتاج لقناه نوميديا تي في، نروح نشوفوا اهم البرامج ولا اهم الحصص اللي كانت انتجت في قناه نوميديا تي في لعام 2016. والبدايه راح تكون بحصه حراير انطول كشوفي مينا، اللي كان شارك فيها طاقم كبير من الصحفيات لقناه نوميديا تي في. وفي سنه 2017 حصه حراير راح تطلع لكم بوجه اخر بتعداد جديد وبمواضيع جديده. وقبل هذا نروح نكتشفوا مع بعض لو بيتي دي تاع حصة حراير في هاد الصور. مرحبا بضيوفنا الكرام، ومرحبا ايضا بامل صحف ترك امل. ما كي تكون صحاب طورك سعاد، مرحبا بكم. صحاب طوركم مرحبا بكم أونكوغ أون فوا في قناتكم المفضلة نوميديا تي في. وشنو هذا؟ الطفل الصغير راهي دار باين ديك الدنيا. مساء الخير عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم حراير. هذه السهرة اليوم هي ونقول لجميع المشاهدين القناة الوفية، لجمهورنا الوفي لقناة نوميديا، نقول لكم صحاب طوركم و كما باغ اكزومبل فورس يكونوا اما فيما يخص اللي حابين يقعد لا الوغ باش نتهناو من هذه الريحه مش نتهناو من هذه الريحه الوغ فيما يخص روائح الارجل الوغ تعرقوا شويه من رجلينا وتحدث الكارثه الوغ باش نبيتي هاد المشاكل تحدث الكارثه الوغ باش نبيتي هاد المشاكل اغيت لو الوغ ولا المايزينا هاد البودره هادي راح تساعدنا باش فيما يخص الاحذيه المفتوحه ما يكونش هناك مشكل بينما قلت لك عاودي ما تعدتش الكارثه شو نقول مالا الوغ يديروا شويه لي ربي العزيز سي با بوسيبل الجو بيكربونات ماشي جو بيكربونات مايزينا اما فيما يخص انا اللي نسميها الوغ فيما يخص مرة أنا حبيت نسقسيك على المولد الأول باردون أحراير ليكم أنتوما الجزائريات وين ما كنتم العنابيات بمناسبة حلول العام 2017 إن شاء الله نتمنىها تكون سنة مليئة بالحب والاستقرار والأمن والسلام الكامل الأمة العربية والإسلامية وين ما حلوا وين ما كانوا. وبيان سو نقولوا بوناني لكامل عمال قناة نوميديا والأسرة الإعلامية كافة، وبلا ما ننسى بيان سو بوناني لعائلتي عائلة والي وعائلة قراح. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، بمناسبة العام الجديد 2017 أتمنى لكل الشعب الجزائري
ولكل الأمة العربية والإسلامية في بقاع الأرض عاما سعيدا طيبا مباركا. نتمنى للجزائر أن يعمها الخير ويعمها السلام والأمن إن شاء الله. شكرا. بمناسبة العام الجديد إن شاء الله العمال نيميديا نتمنى لهم كل خير إن شاء الله. وبوناني كاع تطلع فامي وكاع الأحباب اللي يعرفونا إن شاء الله. وإن شاء الله عام يتعاد علينا بالصحة والهنا. من حصة حراير مشاهدينا نروحوا للثقافة اللي كانت حاضرة كثير في الشبكة البرامجية لقناة نوميديا تيفي. برنامج نوميديا ارت، هذا البرنامج للمدة ديالو 26 دقيقة كان يحاول يحطكم على باج مع لاكتواليتي كولتورال هنا في الجزائر ويجيب لكم أهم المواعيد الفنية والثقافية. وأيضا كنا نستضيف عدة فنانين وعدة ممثلين كانوا يتحدثون على لاكارير ديالهم. في هذه الصور مشاهدينا راح نكتشفوا أهم ما كان فات على هذا الحصة. نروحوا نشوفوا صور ونعود نوليو. مازالش المخرج ذكر انا قال لك ما شربوش الماء يا صديقي بالباب الله يرحمه ربي يشدني ربي يطول في عمره والله ربي يشدك ربي طلع يطول في عمره ربي دير هكذا في الارض داخل في مهبله مخلط مع بلاوي كيما. السلام عليكم، معكم بلال ميلانو. عام سعيد لكل أمة العربية الإسلامية وخاصة الشعب الجزائري. نقولكم عام سعيد وكل عام وانتم بألف خير إن شاء الله. مشاهدي متتبعي وأوفياء قناة نيو ميديا تيفي، بمناسبة السنة الجديدة سنة 2017 نتمنى لكم عام سعيد، كل عام وانتم بألف خير. بولاني اي هابي نيو يير. بعد ما شفنا مشاهدينا برنامج نيو ميديا ارت نقعدوا أيضا في الثقافة، والآن نروحوا للموسيقى ونروحوا لبرنامج آخر كنال نسبة مشاهدة كبيرة على قناة نوميديا تيفي. برنامج بيست عرب 5 من إعداد الزميلة حليمة شعيب اللي كان يهتم بالموسيقى العربية والموسيقى الجزائرية. كنت طلبتوه بزاف وكنت تبعتوه أيضا في سنة 2016 ورح يتواصل معكم أيضا في سنة 2017 في الشبكة البرامجية الجديدة لقناة نوميديا تيفي. في هاد الصور نحن نكتشفوا ببيتيزية تاع بيست عرب 5. تبعوا معنا حبابنا في كل مكان أو في حصة بيس عرب 5. نحب بكم في موعد واحد آخر من مواعيدنا الموسيقية اللي سمحوا لي طعم توحشناكم مور الغياب اللي كان بسبب الحداد بسبب حي وكامل ناس قصر قالوا لي مسحي هديك الدمعة ونحي الخلع. نشوفوا مع بعض المرة الثانية. ما خرجتش السهلة تاعك. وهذه لا فوتو طلع لي اياه. وش بيك ماكش معايا؟ زيد طلع الفوق هشام. وقال نحن عندنا اشهر الاكولات المحضرة. تحدي كبير راه ما بين يعطيك الصحة يا متابعتنا الوفية. نقول لك يعطيك الصحة والله غير بيدرو او الاخرى تحكم التليفون. يا صديقتنا لينا نحييك ونحيي كامل الناس الوادي هما تانيك غاليين بزاف عندنا في حصة بيس عرب 5. والله نشفت والله نشفت. حنيني يا موكوبي حنيني مازالوا في المرتبة الرابعة توجو في المراتب الأخيرة مشاهدينا. حنيني يا موكوبي سيد شنقا هدرا هادي
خلاص التالية والله التالية. عطيني عطيني هذا عطيني مسيغي نروح له. تقبلوا دائما خلاص التحايا الصادقة مني ومن الطاقم التقني اللي خدم معكم دائما كل شيء مشاهدينا. بلا ما ننسيكم دائما نتلاقاو في نفس القناة في نفس الموعد وفي نفس البرنامج. استنونا. السلام عليكم، معكم دي جي اروان في قناة نيو ميديا. باش نقول لكم برك بون اني ميور فو، ان شاء الله هذا العام يدخل علينا طوب غير لي بون نوفيل وحاجه ملاح، ويعطيكم الصحه. ميرسي وكوكو ما فامي قاعدين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، معكم ميسان بن حمود منشطة مجلة صحة ماغ التي تأتيكم يوميا على قناتكم نوميديا تيفي. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا في الأعداد اللي قدمناها لكم بمناسبة العام الجديد. نتمنى لكم عام سعيد وصحة جيدة إن شاء الله. بوناني هابي نيو يير. نقعد أيضا في الموسيقى مشاهدينا، لكن هذه المرة نروح للموسيقى الغربية في برنامج آخر من أعداد الزميلة وفاء رحم ياسمين. برنامج نومي إيت ليهتم بالموسيقى الغربية ويجيب لكم أهم أخبار المشاهير العالمية على قناتكم نوميديا تيفي، وأيضا اللي كنتوا تبعتوه وطلبتوه بزاف. البرنامج راه متواصل أيضا في الشبكة البرامجية الجديدة لقناة نوميديا تيفي في وجه آخر وجديد. نروحوا نكتشفوا مع بعض ببيتيزي تاع نومي إيت. نمر مشاهدينا الفقرة نوستالجيك اللي من خلالها نكتشفوا في نهار اليوم لايف تاع نهار اليوم كنت انا اقترحته عليكم. يا ربي تقترحوا لنا باردون والله ما نعاود. الكليب تاع نهار اليوم الشانتور جون نيومان اغنيه اسمها Love Me Again. شوف لي شوف لي في الورقة. شوفها في الورقة. Pardon. خلاص روح. نعود نولو إلى سنة 1979. كان واحد العرسة 1979. إي ما حنموت. فرقة نهار اليوم هما لي كولد بلاي. نروح نشوفوا لو ميكينغ أوف تاع Paradise ونعود نولو. لا لا ماشي Paradise. وشنو؟ Magic. داكور باردون. الان مشاهدينا نروح نشوفوا لي كوفر اللي خيرتهم في هذا نو لو نسيتها. لو لايف تاع نهار اليوم لي كريس براون اول الاغاني ديالو اغنيه without with you with you without you باردون what you want baby i got كي دور لساني. صح. حقنا الان مشاهدينا لاخر فقره من باردون. مشاهدينا كما على بالكم في نهايه كل حصه كانوا يكونوا باردون. مشاهدينا كما على بالكم في نهايه كل حصه كان يكون عندنا ضيوف دي جون تالون ولا دي زارتيك باردون. نكملوا نو نكملوش نمروا. حقنا الان مشاهدينا لاخر فقره من عدد اليوم الفقره كملت مازال غير نقول ما تفهم داكور. مشاهدينا لحقنا لختام عدد اليوم. نتمنى تكونوا باردون باج فيسبوك ديال ليميسيون. نتمنى تكونوا استمتعتوا. احنا نتلاقاو غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت وعلى نفس القناه. تحبلوا تحياتي هذه ما حبش تروع لي. تحبلوا قاعدين في نفس التوقيت وعلى نفس القناة. عندي بروبلام مع تقبلوا تحياتي هذه. علاش انا نقول تحبلوا؟ علاش؟ السلام عليكم، معكم فيانسو الكاع مشاهدين تاع قناة نوميديا تيفي. نتمنى لكم عام سعيد يدخل علينا بشكارة دراهم ان شاء الله. ربي يخلينا صحيحتنا ويطول في عمرنا وكل عام وانتم عالين. متابعي ومشاهدي قناه نوميديا تيفي من ما كنتوا بمناسبه حلول السنه الجديده نتمنى لكم عام سعيد. بوناني اسقسم غاز ان شاء الله كل عام يلقاكم بخير وعلى خير. كما تبعتونا في 2016 كنت طليت عليكم ببرنامجين. الاول كان برنامج ثقافي حاولنا من خلاله نربطكم باهم المواعيد الثقافيه وكل ما يلم بالصحه الفنيه في الجزائر. كنا استضفنا ايضا عده فنانين عده ممثلين وقضينا اوقات بزاف شابه معكم. في
الصيف كنت طليت عليكم ببرنامج اخر ثاني، بروغرام ان بو سبيسيال اللي كان انتيتولي المرسم، اللي كنا جلنا به في عده ولايات من الوطن، في عده احياء شعبيه. رحنا الحراش، بولورين، مبلواد، بيلكور ثاني. دونك كنا ايسي دو توشي كامل لي كارتي بوبولار في الجزائر، وكنا ايضا استضفنا عده ضيوف من كامل المجالات، الرياضه، الثقافه والسياسة أيضا. دونك كنا عايزين نلمو بكل الميادين. في 2017 إن شاء الله راح تكتشفوا عدة مفاجآت. أنا جوز انفيت باش تقعدوا أوفياء لقناتكم النوميديا تي في. سنونا في 2017 من جديد. نقول لكم بوناني، كانت معكم أمل محمد. والآن مشاهدينا نروحوا لبرنامج آخر، برنامج كان يطلع لكم أيضا في شبكة البرامجية لقناة نيميديا تي في، واللي راح يولي لكم أيضا في سنة 2017 بوجه آخر، اللي هو برنامج تحويسة. هذا البرنامج اللي من إعداد الزميل يوسف بن قفا، اللي راح يجيب لكم أهم الأماكن السياحية في الجزائر. ونعود نذكر أنه هذا البرنامج كان نال على المرتبة الثانية بمسابقة أوتيل ساد. نروحوا نكتشفوا بعض الصور لبرنامج تحويسة. ولاية ترمل. زينوم نور، مرحبا بك. زولي. ايوي، لكل بداية ماشي نهاية. رانا اليوم في تي بازار. نزلتي تي بازار. ما زالها مستمرة إن شاء الله في ولاياتكم. عاود شكو بيدو؟ ريح فاتور. شنو تشوفي؟ ساتور نونكور عليك تعرش. طب كان هذا برنا. يا بوت انا تقولوا لي اسكت. انا هنقول اخرج يا جمال راك رايح. ماكسي الإنسان قوي لي على ناس اليوم حتى الغبرة وحمر ستغلبهم بتلو في النار تربيز على شونكهم فلن وفلن سنع غيره هوك كمان فايبار كل عين صور ما بشنا كل خير اليوم يبنشوف الفرقة على شمة عادي شعار المهيب المهاتر والهشان شنو والآن مشاهدينا لحقنا لبرنامج آخر كان رافقكم في الفترة الصيفية، برنامج المرسم، اللي هو جال بكم في بعض الأماكن ولا بعض المناطق في الجزائر. كنا رحنا لعدة أحياء شعبية، رحنا الحراش، باب الواد، ومن بعد خرجنا لعدة ولايات. هذا البرنامج اللي كان لم أغدير كالكو جورناليست من قناة نوميديا تي في. والآن نروح نكتشف مع بعض صور لبرنامجكم المرسم. انتم مشاهدي صون جيبلات نقول لكم استناونا ان شاء الله في اعدادنا الجايه في حصه المرسم، ودائما مع الموسيقى المتنوعه. يعطيك الصحه. عاودي هيا مشاهدينا، هيا خلونا نروح. خلاص روح ابسط. خافت. خلاص رشيد. كيف رايهم مني؟ فاش الغنية؟ درت على بك فيا في فراي هم مني بكي غردك فيا أبك شن ديرو نعطيها جاو الزونق له ما له بيها ما بلا ما تهضر ديرك زم دخل اللي يستر وبقى على خير وعلى خير قو بالخير قوموا في الأمان يعطيك الصحة يا بنتنا أمان.
من قسم الأخبار إلى قسم الإنتاج، ولكن المهمة كانت واحدة، هو تلبية طلباتكم أنتم مشاهدينا وأنتم أوفياءنا اللي راكم تتبعوا فينا. أيضا نوميديا تيفي كانت عندها الحصرية التامة في تغطية بعض اللقاءات وكلكوز إيفينمون اللي كان عندهم ثقل كبير في جميع المجالات الاقتصادية السياسية والرياضية. في هذه الصور مشاهدينا نحن نكتشفوا هاد لي زيفينمون فار اللي كانت غطاتهم نوميديا تيفي في هذه الصور. تابعوا معنا. قناة نوميديا تيفي وعلى مدار سنة 2016 كانت حاضرة في مختلف النشاطات والأحداث، كان هذا داخل الجزائر ولا خارجها. ولأن قناة نوميديا تيفي دعم وتشجع الطاقات الشابة، وهذا الشيء اللي ظهر من خلال شعارها المتمثل في الجيل الجديد للإعلام، رافقت الحسناوات وكانت الراعي الإعلامي الحصري لمسابقة ميس دايموند أوف ذا وورلد اللي أقيمت هنا في الجزائر في أكتوبر الفارط. معاهدات واتفاقيات كثيرة أقيمت من طرف مجمع طحكوت مع عدة شركات، كان أهمها إنشاء أول مصنع في الجزائر لصنع وتركيب السيارات من نوع هيونداي، واللي يعد الثاني من نوعه في إفريقيا. كذلك إبرام اتفاقيات مع عدة بنوك مثل بنك السلام، بنك التنمية المحلية، البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري. وأبرز هذه الإنجازات كان لو سنتر دو فورماسيون إكسيلانس اللي قدر من خلاله المجمع أنه يخلق عدة مناصب شغل، والأهم أنه يساعد على رفع الإنتاج الجزائري. شاركنا وربحنا هو الشعار اللي مشت عليه قناة نوميديا تيفي، وهذا منذ إنشائها عام 2012، وهو الشيء اللي خلاها تتقدم من نجاح إلى نجاح ومن تفوق إلى آخر، وين رفعت راية الجزائر ومثلتها أحسن تمثيل من خلال حيازتها على المرتبة الثانية في فئة تصويت الجمهور من مسابقة أوتيسات تيفي أوردز. فهنيئاً لقناة نوميديا تيفي ومزيد من النجاحات مستقبلاً. بعد ما شفنا مشاهدينا طريقة عمل الطاقم الصحفي والتقني لقناة نوميديا تيفي اللي خدمكم طيلة عام كامل، نروح نشوفوا مع بعض كلمة المدير العام لقناة نوميديا تيفي. L'année 2016 a été une année de transition pour Numidia TV. Nous sommes passés d'une chaîne de news, une chaîne d'information, Numidia News, à une chaîne généraliste, aujourd'hui Numidia TV. Il y a une refonte totale de la stratégie de la chaîne, avec un perfectionnement de l'organisation de la chaîne dans chacune des structures de l'entreprise. Beaucoup d'actions ont été entamées en 2016, en effet. On a intégré la Freebox en France sur le canal 550, disponible à toute la diaspora et dans tous les pays accessibles. Nous avons aussi créé un nouveau site internet pour la chaîne, www.numidiatv.tv. Nous avons perfectionné la mise en place de nos réseaux sociaux. Nous avons également été les partenaires pendant plusieurs événements, partenaires exclusifs dans des domaines économiques, notamment avec l'ouverture de l'usine Hyundai à Tierret. Pour l'année 2017, nous préparons pas mal de nouveautés. Nous construisons notre nouveau siège qui sera situé sur 5 étages avec studio intégré, une nouvelle grille des programmes généralistes avec plusieurs émissions, une émission politique, économique, qui sont dans le domaine de l'information, des émissions sportives, des émissions de divertissement également, qui peuvent être des émissions musico-culturelles, une émission de divertissement pur, des séries télévisées, enfin une grille vraiment plus large. Enfin, en termes de consécration pour l'année 2016, on peut dire que nous avons clôturé l'année de belle manière, car une compétition internationale de télévision, les Eutelsat TV Awards, qui regroupe 120 chaînes de télévision dans plus de 37 pays, dans la catégorie des People Choice, c'est-à-dire que le public vote pour le produit qu'il a considéré lui plaisant le plus, nous avons remporté la deuxième place parmi toutes ces chaînes de télévision dans notre catégorie. Enfin, je vous souhaite une bonne fin d'année 2016 et une très bonne année 2017. Joie, bonheur, réussite et Am Saïd, Inch'Allah. كما شفتوا مشاهدينا كانت هذه الحوصله اللي قدمناها لكم لاهم البرامج والحصص اللي كانت خدمتكم بها قناه نوميديا تيفي على مدار عام كامل. 2016 ينقضي، لكن 2017 يحمل العديد من المفاجات، وحنا رانا تاكلين عليكم انتوما مشاهدينا على تشجيعاتكم وعلى وفائكم. وانا ما بقى لي غير نقول لكم بوناني، كل عام وانتم بخير. تقبلوا تحياتي وتحيات كامل الطاقم التقني اللي خدمكم لنهار اليوم. الى اللقاء. When you dance, 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 feel a good, good creeping up on you.
So just dance.